ليا ان شاء الله يعجبكم هذا الفلوج، وبليز خليكم على الدعم. ويلكم باك اني نيو فلوج. هيك حصير بدلش فلوجاتي كلهم لانه بطلت حامل عند البكي ام ميوزك اون ميكسز. حبلش اعمل لكم فلوجات عن جد، وين ما بروح بصور وهيك، خاصة اسا عيد كريسمس. انا عايش بالجبل، انا بصور لكم كيف التلج وكيف حنطلع نسوق بالجيب، وكثير حيكون في فيديوز حلوين. وبليز لايك اند سبسكرايب تو بي فروم ماي تيم سيزر دي تيم. وهالمرة رح يكون فلوجز عن اكتر شانل ماست بي انا بحبهم، مش سبورتد. انا عملتها عن داني، بس شانل ماست بي سبورتد، عن شانل تبع داني. داني طبعا عرفته ماي بي اف اف، واللي هو بيساعدني بكل شيء بحياتي، خاصة بالامتحانات بالمدرسة. كون قاعد مثلا داني خبرني يعني. اوكي شكرا، بكتب بنجي. والله لو من دونه كنت راسي. وهذه هي الشانل تبع ذا سبايك، 10 سبسكرايبرز، 178 فيوز، 5 فيديوز. وتاني حدا واللي هو خيط اصلي روكستر مان، هيدا هو روكستر مان، 7 سبسكرايبرز، 195 فيوز، و 8 فيديوز. وتاني حدا اللي هو بعده جديد على اليوتيوب، بس والله لازم تدعموه بشكل رهيب، والله فلوجاته روعة 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 روعة. هو عنده 8 سبسكرايبرز، 21 فيوز، و2 فيديوز، بس روعة روعة. عمل في فيديو كيف تعمل نينجا ستار with paper. اوكي وتاني شيء واللي هي او ماي جاد، فيوز عم بيزيدوا عنده، هنشوفه. 21 23 21. شو عم بيصير؟ لايف ما هي. اوكي وتاني شيء سي دي ال بي جيمنج واللي هي تشانل تبع الجيمنج، 6 سبسكرايبرز، 43 فيوز، 4 فيديوز. وتاني حدا اللي هو مدعوم خالص يعني مش ضروري تدعمه، بس انا بحبه، وهو جيك بول. انا كتير بحبه. هو 12 مليون سبسكرايبرز، عنده 520 فيوز، و 3 بليون، شوفوا 3 بليون فيوز. او ماي جاد. وخيهم واللي هو لوجن بول واللي هو عنده 14 مليون سبسكرايبرز. او ماي جاد لك. عنده 200 فيوز، 474 فيوز لا فيديوز. وهلا رح اجيكم لحدا غير اسم الشانل تبعه، واللي هي كانت اسم الشانل تبعه شادو وولف، غيرها ل ETZ شادو FTW، واللي هو كان اسمه شادو وولف. هذا هو عنده 4 سبسكرايبرز، 20 فيوز، و 2 فيديوز. وطبعا جيت لأحلى أحلى 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 فلوجر أنا كتير بحبه لأنه تخطى إعاقته، اللي هو دورف مامبا، اللي هو أفن، عنده 1 مليون سبسكرايبرز، 50 مليون فيوز، و 25 فيديوز. هذا هو انا كتير بحبه لانه تخطى اعاقته، هو طوله 50 انشز، انا كتير 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 بحبه. هو بحب الحياة سنيكس، خاصة الميرتشز عنده، شوفها حي هون تحته في ماما. اوكي هيدي تشانل طبعه، وهودي اكتر فلوجز انا بحبه. واذا انتم بتحبوا جوكس وهيك قصص كوميدي، روحوا على روكستر مان، طبعا هو كتير بيعمل اشياء كوميدي وقصص حلوة. وكمان لوجان بول وجيك بول كتير بيعملوا برانكس وقصص حلوة يعني، خاصة على الكريسمس. جيك بول عمل دايموند ديسمبر. كتير سوري.
كتير حلوة. وإذا بتحبوا كمان جيمينج روحوا على سي دي ال بي جيمينج شانل تبعي، و اي تي زد شادو اف تي دبليو، شو الاسم؟ عن جد بدي اسأله ليش سماها هيك، صعب اسمها. جوزيف اللي هو معي كمان بالصف، و جيمينج كمان. وطبعا في الجديد على اليوتيوب بعده دراجون او يا دراجون او يا ده. هو بيعمل كيف تعملوا هذا الشيء، كمان خبرتكم باول فيديو. وكمان بي وما عمل ماينكرافت، وبليز روحوا دعموه بشكل رهيب لانه والله 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 فيديوهات روعه، خاصه انه بعده جديد. وميري كريسمس فور ايفري بادي وهابي نيو يير وثانكس اولويز داب اون ذا هيتر بيس.